اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار 2566 تناقش واقع الإيرادات الحالية الناتجة عن إعادة النظر ببدلات الإشغالات وفق الأسعار الرائجة الحقيقية على الأملاك العامة البحرية لدى الوحدات الإدارية. ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة النظر بالإشغالات والاستثمارات على الأملاك العامة البحرية لدى الوحدات الإدارية واقع الإيرادات الحالية الناتجة عن إعادة النظر ببدلات الإشغالات وفق الأسعار الرائجة الحقيقية. وأكد رئيس اللجنة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن اللجنة حددت أسبوعاً لوضع إدبارة نهائية لإغلاق ملف الاستثمار على الأملاك البحرية، إما بإعادة النظر بالعقود مع نفس الشاغلين والمستثمرين بأسعار رائجة وحقيقية، أو بإعادة الإشغالات إلى أصل المالكين وتلزيمها واستثمارها لصالح الدولة. وبيّن وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أهمية التعرف إلى آراء المواطنين المعنيين بالأسعار وطريقة استثمار كل مشروع على حدة على مساحة المحافظة، وتقييم آراء المواطنين كونها واحدة من أساسيات الإصلاح الإداري، منوها بأهمية التعرف إلى رأي الجهات الرقابية والتفتيشية بهذا الموضوع أيضا. بدوره أشار وزير الأشغال المهندس حسين عرنوس إلى وجود نقلة نوعية بتحصيل بدلات الاستثمار بالمحافظة، وأن عمل اللجنة كان داعما ومساعدا لعمل الوحدات الإدارية لتصل إلى حقوقها، منوها بالجهود التي بذلتها لجان التقصي والتحري بالمحافظة للوصول إلى شيء من الحقيقة في هذا المجال. وأشار وزير النقل المهندس علي حمود إلى الجهود التي بذلتها المحافظة لإعداد ملف الاستثمار على الأملاك البحرية بالشكل الأمثل، مؤكدا أهميته في زيادة إيرادات الوحدات الإدارية ورفد خزينة الدولة. كما لفت محافظ طرطوس صفوان أبو السعدة إلى الجهود التي بذلتها المحافظة خلال الفترة الماضية لإنجاز ملف استثمار الأملاك البحرية، كما تم فسخ عقود في بلدة ظهر الصفرة لعدم تجاوب المستثمرين، في حين يتم العمل على إعادة النظر بالإشغالات في مدينة بانياس. شبيبة الثورة تطلق مبادرة طوعية فقامت بحملة نظافة في مرافق مدينة المعارض استعدادا لانطلاق معرض دمشق الدولي. جهود كبيرة ومبادرة عديدة تقوم بها الكثير من الجهات الرسمية والشعبية استعدادا لمعرض دمشق الدولي في دورته 59. وفي هذا الإطار منظمة اتحاد شبيبة الثورة تقوم بمبادرة تطوعية تتضمن حملة نظافة ضمن مدينة المعارض شارك فيها عشرات المتطوعين في المنظمة. لدينا عدة مشاركات لإنجاح يعني فعاليات معرض دمشق الدولي، ك يعني المشاركة بفرق المراسم، الفرق النحاسية، وأيضا المشاركة بالفرق الفنون الشعبية، وأيضا لدينا جناح خاص بمنظمة اتحاد شبيبة الثورة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال يعني معرض الباسل للإبداع والاختراع. طبعا هي رسالة من شباب الوطن على أنه يعني الشباب موجودين وحاضرين وجاهزين يعني لإعادة الإعمار، خاصة بهاي الظروف اللي تعرضت لسوريا من خلال الحرب الكونية. نحن جاهزين كشباب اتحاد شبيبة الثورة في كل الميادين، وإن شاء الله حتى تحقيق النصر جنبا إلى جنب مع أبطال الجيش العربي السوري. المشاركون المتطوعون أكدوا أنهم على أهبة الاستعداد لاستقبال المعرض والمشاركة الفاعلة فيه، خاصة وأنه يعد من أبرز المعارض في الشرق الأوسط. الموجودين اليوم بمعرض دمشق الدولي لحتى نساعد العمال بأعمال التنظيف والتشجير والتشعيب، لحتى نرجع ونكون على كامل الاستعداد لافتتاح معرض دمشق الدولي، ونقدر نستقبل كافة الوفود من داخل القطر ومن خارج القطر بعد ما تم إغلاق معرض دمشق الدولي لعدة سنوات بسبب الإرهاب. بس لحنا هلأ هون لحتى نأكد لكل العالم، لكل الدول، لحتى نأكد للإرهاب أنه لحنا بإرادة جيشنا وبصمود قائدنا لحنا قدرنا نرجع ونكون موجودين بهذا المكان اليوم. نحن جايين اليوم بعمل تطوعي، ونحن بكامل وعينا وبكامل إرادتنا جينا لهون لحتى نقول لكل العالم أنه نحن رح نفتتح معرض دمشق الدولي بعد إغلاقه لمدة 5 سنوات. كل من مكانه يعمل،
ليكون معرض دمشق الدولي على أتم الجاهزية لاستقبال الوفود والزائرين، وليكون بأفضل حلاته بعد غياب قسري لعدة سنوات. وجه أولو العشائر تقيم حفلا في قرية البلاط في ريف حلب الشرقي احتفاء بعيد الجيش العربي السوري، لأنهم أنبلوا وأقدسوا البشر، ولأن انتصاراتهم سطرت أروع الملاحم والبطولات وحققت النصر. أقام وجهاء العشائر حفلا في قرية البلاط في ريف حلب الشرقي احتفاء بعيد الجيش العربي السوري. الشيخ قدور الحسين شيخ عشيرة البقارة أكد بأن عيد الجيش بالنسبة للعشائر هو عيد عالمي، لأن الجيش العربي السوري عندما واجه الإرهاب واجه العالم كله، وأن قوات العشائر مستمرة في حربها ضد الإرهاب صفا واحدا مع أبطال الجيش، ومهما قدمت العشائر تضحيات هي قليلة أمام ما يقدمه الجيش العربي السوري. لولا الجيش العربي السوري احنا ما رجعنا لأرضنا ورجعنا بيوتنا، واحنا دائما يد بيد مع الجيش العربي السوري، ونحن في هذا اليوم نشد يدا بيد مع الجيش العربي السوري نكمل آخر التراب في سوريا ونطهر من رجس العصابات الإرهابية، ونعيد أبطال الجيش العربي السوري كل فرد باسمه الذي واقفين على الحدود وحامين الأرض والعرض. وقدم الكثير من شهداء الجيش والقوات الرديفة، وقدمنا وسنقدم اليوم وبعد وكل الأيام نقدم حتى تحرير كل سوريا من رجس الإرهاب. وهذا اليوم نحن في منطقة صفيرة بقرية بلاط، أهالينا بيحتفلوا بعيد الجيش العربي السوري ابتهاجا وفرحا بعودة إلى أراضيهم وزراعات ومحاصيل وسلام وأمان الحمد لله. جئنا إلى هنا إلى هذه الأرض الطاهرة لنحتفل سويا ولنبارك معا لجيشنا البطل الجيش العربي السوري في عيده في يوم انتصاره من الانتصارات الذي حققها على هذه الأرض وتطهير سوريا من دنس الإرهاب. حضر الحفل عدد من وجهاء القرى وأمناء الشعب المتواجدة في الريف الشرقي لحلب، الذين بدورهم أكدوا تضامنهم مع حماة الديار الذين مهما قدمنا لهم لن نوفيهم حق دمائهم وأرواحهم الطاهرة. فرع اللاذقية لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة يقيم عرضا فنيا تحت عنوان سوريا النصر في أحدى التشكيلات العسكرية في المحافظة. تحت عنوان سوريا النصر أقام فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة عرضا فنيا في أحد التشكيلات العسكرية في المحافظة بمناسبة الذكرى 72 لتأسيس الجيش العربي السوري. بداية نقول كل عام وجيشنا بألف ألف خير. كان مشاركة الاتحاد شبيبة الثورة في كافة فروع الشبيبة على مستوى المنظمة بأنه تقيم عدد من الأنشطة بهذا اليوم العظيم، ففي أنشطة مختلفة ومتنوعة، منها التبرع بالدم، ومنها زيارة حواجز الجيش، ومنها زيارة مؤسساتنا العسكرية، وبالتالي اللقاء مع أخوتهم وهذا الجيش اللي نعتز ونفتخر فيه، اللي روى أرض سوريا الطاهرة، واللي لولا صمود هذا الجيش العربي السوري ما اليوم كنا موجودين مع بعضنا بهذه الاحتفالية وبهذه المناسبة. تمر اليوم الذكرى 72 لتأسيس جيشنا العربي، جيشنا البطل، جيش البطولة والفداء، جيش العزة والكرامة. بفضل جيشنا العظيم تتحقق الانتصارات المتتالية بقيادة السيد الرئيس بشار حافظ الأسد. سيبقى جيشنا البطل جيش الشعب، وكل عام وأنتم بخير. تضمن العرض فقرات متنوعة من ضمنها عرض عسكري من تشكيلة الجيش العربي السوري، وفقرة موسيقية للفرقة النحاسية من كشافة اللاذقية، وفقرة فنون شعبية من عدة أنماط تراثية سورية لفرقة فرع شبيبة اللاذقية، وفرقة قتال قريب لسرية من قوى حفظ الأمن والنظام بالشرطة، وعرض عسكري وتشكيلات فنية للفرقة العسكرية لفرع شبيبة اللاذقية. هذا العمل هو خليط ما بين الشبيبة وعناصر حفظ النظام وعناصر كتيبة 157. هذا العمل كان فكرته أنه يقام بكتيبة عسكرية، ما بدنا نعمل أي شيء عادي، كان فكرتنا أنه نعمل شيء مميز، وهو شيء مميز طلع هو الخليط ما بين الشباب والخبرة.
فطلع هذا العمل عبارة عن مدته شي ساعة تقريبا. هذا العمل إهداء للقائد العام سيادة الدكتور بشار حفظ الأسد ولعناصر الجيش العربي السوري طبعا، والإهداء الأكبر هو لشهداء الجيش العربي السوري. قد عربون محبي لعيد الجيش العربي السوري، طبعا ذكرى 72 لتأسيس الجيش العربي السوري. هذا الاحتفال لنا تقريبا الشهر نحن عم نشتغل على هذا الموضوع، لأنه هذه مناسبة وطنية مقدسة طبعا بمشاركة حفظ النظام والكتيبة 157 المنطقة الساحلية، فرع الشبيبة، كوادر المنظمة، فرقة فنون الشعبية بإخراج عقبة وكيل طبعا، وتحت رعاية الدكتور عمار ساعاتي. هذا العمل كله كان في دعم من الجميع، والحمد لله رب العالمين. احتفالي بعنوان سوريا النصر. العرض في الختام ركز على الجانب الإنساني لرجال الجيش العربي السوري الأبطال، فكان لقاء جندي سوري لأمه بعد فترة غياب طويلة كان خلالها يلبي نداء الوطن. تختصر حكاية سوريا أم الأوطان. وفي السويداء وبمناسبة عيد الجيش العربي السوري، زيارة مسؤولة لعدد من التشكيلات العسكرية في الريف الشمالي الشرقي للسويداء. تقديراً لدورهم الريادي والنضالي في التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة على امتداد مساحة الوطن، وبمناسبة الذكرى 72 لتأسيس الجيش العربي السوري، قام محافظ السويداء وأمين فرع الحزب وقائد الشرطة بزيارة عدد من التشكيلات العسكرية في الريف الشمالي الشرقي للسويداء. هذا الجيش الذي سطر أروع أنواع البطولات والتضحيات على أرض سوريا الغالية. هذا الجيش الذي انتصر في حرب تشرين التحريرية وقاتل قتالا مريرا في سبيل رفعة هذا الوطن وفي سبيل كرامة هذا الوطن، هو نفسه الجيش الذي الآن يقاوم عصابات القتل والغدر والإرهاب. فبوركت سواعدهم هؤلاء الأبطال. نبارك لهم عيدهم الذكرى 72 لميلاد جيشنا العربي السوري البطل الذي خاض المعارك الكبيرة وانتصر بها بتشرين وفي لبنان، واليوم ينتصر على الإرهاب. قدم الشهداء، قدم الجرحى، ثبت وصمد 7 سنوات. كل عام وقائدنا المفدى السيد الرئيس بشار حافظ الأسد بألف خير، ونعاهد القيادة العسكرية والسياسية ونعاهد الشعب السوري على أن نكون الجند الأوفياء المضحين بدمائنا من أجل حماية أرض سوريا وطرد آخر إرهابي من أرض سوريا الحبيبة. بواسل الجيش العربي السوري أكدوا على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر بشكل كامل على كافة الأراضي السورية وتطهيرها من الإرهاب. أبطال الجيش العربي السوري كالجبال، الجبال الراسخة الصامدة الشامخة كشموخ سوريا، كشموخ قائد سوريا، ونحن مع هذا الجيش، الجيش الأسطوري، أسطورة القرن 21 الذي أثبت صموده وشموخه وانتصاره بقائده وخلفه الشعب العربي الصامد. كل عام وأنتم بخير، الرحمة لشهداء الجيش والقوات المسلحة. الانتصارات المتتالية على الأرض ما كانت قد تحققت لولا دماء جنودنا الأبطال الطاهرة التي روت تراب الوطن ليبقى عزيزا كريما منيعا على الإرهاب. رجال الجيش العربي السوري، طوبى لكم. في محافظة القنيطرة تم إزاحة الستار عن النصب التذكاري للجندي العربي السوري في ساحة الدوار مدينة البعث. بمناسبة الذكرى 72 لعيد الجيش العربي السوري، أزيح الستار عن النصب التذكاري للجندي العربي السوري في ساحة دوار مدينة البعث، والذي شيده عدد من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بالتعاون مع محافظة القنيطرة. وفاء لتضحيات وبسالة قواتنا المسلحة الباسلة، وبمناسبة احتفالاتنا بعيد العز وعيد النصر، عيد الجيش العربي السوري، تم بداية رفع الستار عن نصب التذكاري للجندي العربي السوري، ورفع هذا النصب على أرض محافظة القنيطرة يعني الكثير، وهو رسالة لكل المتآمرين علينا أن البقاء لجيشنا العربي السوري ولبلدنا والزوال للاحتلال الإسرائيلي ولصنيعته العصابات الإرهابية المسلحة.
ثم التقينا برجال الله على الأرض أبطال الجيش العربي السوري. كما زار محافظ القنيطرة أحد التشكيلات العسكرية في ريف القنيطرة الشمالي وكرم الجنود الأبطال المرابطين على جبهات القتال، مؤكداً على حتمية انتصار سوريا على الإرهاب بفضل تضحيات رجال الحق رجال الجيش العربي السوري. مصممون على تحرير كل نقطة وكل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية. من عايد بعيد الجيش، عايد قائد المفدى بشار حافظ الأسد والشعب العربي السوري، ومن قلهم إن شاء الله بسواعد وهمة قوات العربي الجيش العربي السوري منتصرون إن شاء الله. عنوان للفخر والاعتزاز هم، ودرب مشرق للنصر هم، بدمائهم تعطر تراب سوريا نصرا وكرامة، وازدهر مستقبلها إشراقا وتفاؤلا. رجال الجيش العربي السوري، طوبى لكم. محافظ الحسكة وعدد من المسؤولين ووجهاء العشائر والفعاليات الرسمية والدينية تحيي الذكرى 72 لعيد الجيش العربي السوري. لصمودهم ترتفع الهامات ولنصرهم يشهد الميدان أنهم رجال الجيش العربي السوري. بعيدهم 72 أقامت مدينة القامشلي أعراسا جماهيرية في عدة مناطق. بعرض عسكري بدأت الاحتفالية وألقيت كلمات تعبر عن الوقوف صفا واحدا مع الجيش، كما أقامت قريتا القصير وتل عودة حفلا جماهيريا بهذه المناسبة. عيد الجيش العربي السوري، ونحتفل في شمال سوريا بعيد هذا الجيش العظيم. إنه يوم في تاريخ الأبطال، إنه يوم مسمى ومسمن. نحن نقدر أرواح الشهداء الذين رووا الأرض بدمائهم. عيد سوريا هو عيد الجيش، وعيد الجيش العربي السوري هي العيد الوطني الأكبر في سوريا، لأن الجيش العربي السوري هو جيش وطني منذ تأسيسه، خاض كل المعارك لصيانة وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها. السلام والتحية لأهل القرية العظيمة تل عودة في ريف القامشلي التي دحرت الإرهاب والتي ثبتت المشروع الوطني القومي العربي في سوريا. التحية لشهداء الأمة العربية، والتحية دائما وأبدا لجيشنا ولقائد جيشنا السيف الذي لم ولن يغب إن شاء الله السيد الرئيس بشار الأسد. سنحتفل بإعادة أعمار سوريا بكوادرها، بفعالياتها، بشعبها الصامد، بنسائها الصامدات. اليوم يوم الجيش العربي السوري هو يوم نصري على الإرهاب، ونحن نحارب الإرهاب عن جميع دول العالم. باسمي وباسم زملائي الضباط وأخوتي صف الضباط والأفراد، نرفع أسماء آيات الحب والتقدير والتهنئة والتبريك للقائد العام للجيش والقوات المسلحة. رحمي لشهدائنا الأبرار، لأرواحهم الطاهرة، ونحيي الشباب كلياتها. الهمة عالية إن شاء الله، والنصر قريب بإذن الله. من هنا ومن هذا المكان، من عرين الشرف، من ساحة الإباء، نعاهد قائد الوطن أن نبقى محررين ومدافعين ومطهرين من رجس الإرهاب أينما حل وأينما وطئ. حييهم جميعا، راجين من الله عز وجل أن تنجلي هذه الغمة عن هذا البلد، وأن يوحد الله سبحانه وتعالى بلادنا، ونرى عالمنا قد رفع على كل شبر من هذه الأرض. عيد يحمل في طياته كل معاني الفداء والتضحية التي يحملها أبطال الجيش العربي السوري في معركتهم ضد الإرهاب. أبطال ميامين بزنودهم السمر وببنادقهم يرسمون أروع ملاحم البطولة دفاعا عن سوريا. انطلقت في حمص فعاليات الأولمبياد الرياضية 3 للناشئين، وذلك بمشاركة واسعة. تتألق حمص من جديد باستقبال النشاطات الرياضية، في دليل على عودة الحياة وأن المدينة تعافت بإصرار أبنائها، متحدين كل الظروف، مثبتين أن إرادة السوري لا تقهر. فبحضور محافظ حمص طلال البرازي افتتحت منافسات الأولمبياد الوطنية 3 للناشئين في ألعاب الريشة والطائرة والشطرنج بمشاركة 15 فريقاً من محافظات القطر في صالة الملعب البلدي في حمص. منظمتنا الغالي اتحاد الرياضي العام عم تقوم بنشاط كبير بحجمه وبنوعه من خلال
اختيار لاعبين ليكونوا يمثلوا سوريا بالمحافل الدولية والمحافل الأقليمية أيضا، وتحقيق الانتصارات اللي بتوازي وبتواكب انتصارات جيشنا البطل جيش العربي السوري في أرض الميدان. المشاركة كانت فرصة كبيرة لنا لنرجع نفرج العالم كله أن سوريا بخير إن شاء الله، وسوريا بلشت تتعافى وخامتها بحمص أنه مشان العالم كله يشوف أن الشعب السوري إن شاء الله شعب واعي ومبتزن. فرصة الأولمبيادة فرصة كتير حلوة لانتقاء المواهب. بخطتنا للاتحاد السوري بدنا في خطة سنوية انتقاء الموهوبين ليكونوا لواء المنتخب الوطني من خلال عدة شرائح عم نقيم بطولة مشانه. الأولمبياد السوري الثالث للناشئين بالشطرنج، الحقيقة اللي هو يعتبر من أهم الفعاليات الشطرنج بالقطر العربي السوري، لما فيه من أهمية كثير كبيرة سواء كان باختيار وانتقاء المميزين والموهوبين وتحقيق هذا الارتباط والتفاعل بين اللاعبين من خلال هالفترة الإقامة حقيقة، والراحة والمجي سوا. ويعني نحن كثير كثير كنا سعداء بأنه بعد هالفترة الطويلة جينا على هالبطولة بحمص. أول ما دخلنا على الصالة كانت الصالة مجهزة بشكل بجنان، تنظيم واضح والجهد لمحافظة حمص جدا واضح، مشاركة كل المحافظات باستثناء دير الزور، إضافي للجيش والشرطة. المنافسات طلع مستويات كتير عالية للأمانة، واضح المحافظات اللي مشتغلة. أنا بقناعتي إنه من الأولمبياد اللي صار بدها تطلع مواهب كتير يعني كتير، وإن شاء الله بيستفيد منها الاتحاد للمستقبل اللي جاي. نحن هلا عم نقيم بطولة الأولمبياد، هي منافسة كتير حلوة، وخصوصا انه رجع الامن والامان لمحافظة حمص. حقيقة المستويات اللي كانت مشاركة كانت جدا مشجعة، يعني ان شاء الله مع الايام رح يكون في مستقبل كتير حلو لشبابنا بالريشي، وكانت منافسة كتير حلوة بيناتهم. فعاليات مختلفة رياضية وثقافية واقتصادية تشهدها مختلف المحافظات السورية، في دليل جديد على إرادة الحياة لدى السوريين رغم الإرهاب.